أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أحكاما بالسجن بحق 115 مدانا تتراوح مددها بين 3 سنوات والمؤبد. وأصدرت القرار أيضا بإسقاط الجنسية عنهم. وأوضح النائب العام في بيان أن المدانين ينتمون إلى منظمة إرهابية تعرف باسم كتائب ذو الفقار الإرهابية، وأن هذا التنظيم الإرهابي تلقى تدريبات من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ اعتداءات في البحرين. التدخل الإيراني في البحرين يجرد 115 مدانا بتهم الإرهاب من الجنسية البحرينية. ففي آخر تجليات هذا التدخل ما أفضت إليه التحقيقات في قضية ما يعرف بكتائب ذو الفقار الإرهابية، والتي اتضح أن عناصرها تلقوا تدريبات من الحرس الثوري الإيراني. المحكمة الجنائية البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح مددها ما بين 3 أعوام والمؤبد في حق 115 مدانا ومصادرة المضبوطات، فيما برأت 23 متهما في القضية نفسها. الادعاء أوضح في بيان له أن المحكمة أصدرت أحكامها على 138 شخصا في قضية تشكيل جماعة إرهابية تعرف باسم كتائب ذو الفقار الإرهابية، وهو تنظيم إرهابي داخل المملكة. كما أثبتت التحقيقات أنه بناء على تكليفات قيادي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، تمكن هؤلاء من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني أيضا. مرة أخرى يتضح وبالوقائع تورط طهران في المنطقة عامة وفي البحرين على وجه الخصوص، إذ ليست المرة الأولى التي تقضي فيها محاكم المنامة بأحكام في حق مدانين في قضايا إرهاب تدربوا على يد الحرس الثوري الإيراني في إيران أو خارجها. ينضم إلينا من المنامة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، أهلا وسهلا بك إلى حوارات المساء. لو نتحدث أكثر عن دور هذه المنظمة ذو الفقار والقضية التي حكم على أساسها هؤلاء المدانون. نعم، مساء الخير وتحية لك ولمشاهديك الكرام. طبعا هذه سلسلة مستمرة من التدخلات الإيرانية في البحرين، وتأتي هذه الجماعة الإرهابية التي سقطت بيد العدالة البحرينية استكمالا للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين لكشف كل ما يتصل بالتدخلات الإيرانية داخل البلاد، ليس فقط ما يسمى بكتائب ذو الفقار، وإنما أيضا جماعات إرهابية سابقة، منها ما يسمى بسرايا الأشتر وما يسمى بائتلاف 14 فبراير وقضية الحجيرة وغيرها. هذه لعلها تكون الأكبر من حيث العدد، وهو ما يؤكد على أن الجهات والأجهزة الأمنية البحرينية قد وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في اختراق الميليشيات الإيرانية التي يتم تجنينها، سواء كان من قبل الحرس الثوري في إيران أو في العراق. طبعا الكثير من العمليات التي تم تنفيذها في البحرين أيضا استهدفت رجال الأمن، كان هناك مخطط لاستهداف شخصيات عامة في البحرين وشخصيات على مستوى عال، استهدف ضباط من قوات الأمن، استهدفت حتى البنى التحتية داخل البحرين من قبل النظام الإيراني. وفي كل مرة تنجح الأجهزة الأمنية في الإيقاع بجماعة إرهابية طبعا تجند من قبل الحرس الثوري الإيراني ويعتمد فيها على العنصر الشيعي داخل البحرين. طيب، هنا عندما نتحدث عن العقوبات التي صدرت والربط هنا، بداية موضوع التدريب على يد الحرس الثوري، هل هناك معلومات أنه تم سرا في البحرين أم في خارج البحرين؟ هل سافر هؤلاء مثلا إلى إيران وكيف يتم التواصل كان معهم هنا؟ وسأسألك سؤال آخر أيضا عن موضوع العقوبات، لكن نبدأ في موضوع التواصل مع إيران، كيف كان يتم وعلى أي مستوى؟ طبعا فيما يتعلق بالتدريب داخل الأراضي الإيرانية أو في العراق، طبعا ينتقل هؤلاء سفرا إلى العراق ثم يدخلون إلى الأراضي الإيرانية، طبعا تحت مختلف الحجج، من بينها أحيانا زيارة الأراضي المقدسة، من بينها زيارة أقارب أو غير ذلك، بعضهم من يذهب بغرض العلاج، ومختلف الأسباب التي قد تؤدي إلى السفر.
ثم ينتقل هؤلاء للقاء بمسؤولين وقياديين من الحرس الثوري الإيراني الذين يعني يصطحبونهم إلى معسكرات تدريب، يدربون في هذه المعسكرات على استخدام المواد المستخدم وتصنيع المواد المتفجرة، على استخدام السلاح، على أساليب التعقب، لأن في المرحلة السابقة في البحرين تبين أن هؤلاء قد تلقوا تدريبا عميقا على تعقب واقتفاء الأشخاص ومراقبة تحركات المسؤولين بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. طبعا والحرس الثوري الإيراني له تاريخ طويل جدا من استهداف الشباب البحريني وتحديدا من الطائفة الشيعية وتدريبهم وإعادتهم إلى البحرين بهدف يعني تنفيذ عمليات إرهابية. طبعا البحرين كما تعلم تحدثت كثيرا وأبرزت الكثير من الأدلة سواء في الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال وسائل الإعلام. وفي المرحلة السابقة طبعا أنا أتحدث قبل سنوات كان هناك الكثير من يشككون في صحة هذه المعلومات، وهناك من كان يقول بأنه لا دليل فعلي على التورط الإيراني، ولكن اليوم بات واضحا أن النظام الإيراني لعله من أسهل ما يقوم به اليوم هو عمليات التدريب ويعني صناعة هذه الميليشيات. تبين الآن أن النظام الإيراني متورط حتى في إدخال الصواريخ البالستية إلى جنوب المملكة العربية السعودية، وبالتالي بات واضحا الدور الإيراني التخريبي الإرهابي في منطقة الخليج العربي وتحديدا في البحرين. طيب سؤال هنا، كان في دائما يثار جدل ولغط حول موضوع عقوبة سحب الجنسية عن المدانين في هذه، هنا هل يهدف ذلك إلى الردع؟ كيف يتم هذا الموضوع؟ لو توضح لنا الصورة في دقيقة باختصار، لأن هناك من مدانين أيضا من هو يعني عوقب بثلاث سنوات سجن، هل هؤلاء أيضا مشمولين بهذه العقوبة؟ شكرا لك، هذا سؤال مهم جدا. طبعا فيما يتعلق بسحب الجنسية، البحرين لم تأتي بجديد هنا، دول أخرى أوروبية تتبع هذا النظام، ولكن من المهم أن نشير هنا إلى أن أغلب إن لم يكن كل من تعرضوا إلى هذه العقوبة هم في الأساس ليسوا بحرينيين أصلا، بمعنى أنهم جنسوا في فترة ما في الخمسينيات أو الستينيات ولم يحترموا هذه الجنسية البحرينية التي منحت لهم، وبالتالي وقعت عليهم هذه العقوبة فيما يتعلق بسحب الجنسية. طبعا البحرين قوانينها واضحة ومعلنة، من يرتكب أعمالا إرهابية أو يشارك في جماعات إرهابية من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد فإن عقوبة سحب الجنسية هي ما ينتظره. طبعا هذا مع توفير الضمانات القضائية اللازمة، بمعنى أن من حكموا اليوم بسحب أو بتجريدهم من الجنسية بإمكانهم أيضا أن يستأنفوا هذه الأحكام إلى أن يصلوا إلى مرحلة التمييز. ولكن في دول أخرى في أوروبا ومنها بريطانيا على سبيل المثال جرد من مارسوا الإرهاب من الجنسية، ولنا أن نعلم طبعا أن حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي لأي بلد فإن يعني أقسى الإجراءات تتخذ بهدف حفظ أمن واستقرار البلاد، وخصوصا حينما تكون المهددات التي تتهدد أي بلد هي عبارة عن مهددات وجودية أو ما يسمى بإكسستنشال ثريت. نتذكر جميعا بين الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 من سبتمبر مباشرة قامت بتأسيس ما يسمى بسجن غوانتانامو، واستحدث في ذلك الوقت مصطلح ديتينيز أو المحتجزين حتى يتم توفيق أوضاعهم قانونا لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. والبحرين لا تختلف عن أي دولة أخرى تسعى إلى حفظ أمنها واستقرارها، وخصوصا أن ما يواجهه هو النظام الإيراني المعروف أطماعه في مملكة البحرين. شكرا جزيلا لضيفنا من المنامة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد مبارك جمعة.